الآن الساعة 2 الظهر في مركز طقس العرب، وبلش تأثير الموجة الحارة على المملكة، وإحنا من مركز طقس العرب حابين نطلق مبادرة وهاشتاج موجة الخير لحتى نكون فيها عم بنساعد بعض، بدل ما تكون هاي الموجة هي فقط موجة حارة وإحنا مستائين منها، تكون موجة خير ونكون عم بنساعد بعض فيها. تعالوا معنا لحتى نفرجيكم كيف رح نبدأ هاي المبادرة، ونتمنى منكم إنكم تشاركونا فيديوهاتكم وتستعملوا هاشتاج موجة الخير.